بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي جريد 6، أهلا وسهلا بكم. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Solving First Degree Inequality in One Unknown for the 6th Primary Second Term. تعالوا الأول نعرف What is the meaning of the inequality. زي ما تعرفنا على الإكويجن قبل كده في الدرس السابق، تعالوا الأول نعرف What is the meaning of the inequality؟ إيه معنى الانيكواليتي؟ بيقول لي The inequality is a mathematical sentence. الانيكواليتي عبارة عن جملة رياضية which includes والتي تشتمل على the inequality sign، علامة الانيكواليتي اللي هي less than more than less than or equal more than or equal and a symbol أو unknown. يعني لازم تحتوي على علامة من العلامات دول اللي هي علامة الانيكواليتي، وكمان بتحتوي على سيمبل أو أنون رمز مجهول زي الـ X الـ Y الـ Z and so on. طب تعالوا نشوف for example. بيقول لي 4X plus 2 more than 14. طبعا أنا شايف علامة الانيكواليتي اللي هي الـ more than، وآدي كمان ها سيمبل أو أنون مجهول اللي هو الـ X. طبعا نقدر نقول ها ان this is an inequality of the first degree، من الدرجة الأولى، in one unknown في مجهول واحد، ما عنديش غير مجهول واحد اللي هو ال x و of the first degree. ليه من ال first degree؟ زي ال equation بالظبط، علشان ال x ال power بتاعها 1، لو كانت ال x power 2 ها كنا قلنا عليها of the second degree، لو كانت ال x power 3 كنا قلنا عليها إنها inequality of the third degree. طيب دائما وأبدا في الانيكواليتي بنبحث عن إيه؟ بنبحث عن السولوشن ست. طب تعالوا نشوف What is the meaning of the solution set of the inequality؟ اللي هي الاس اس اللي بنجيبها دايما على طول في حل المسائل. قال لي It is the set of numbers which satisfy the inequality. هي مجموعة النمبرز اللي بتحقق الإيه؟ الانيكواليتي. وعاوز أقول ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، الإكويجن كان بيطلع عندنا هو سولوشن واحد بس، لكن في الإنيكواليتي ممكن يطلع 1 سولوشن 2 سولوشنز 3 سولوشنز، ممكن يطلع infinite number of solutions زي ما هنشوف دلوقتي. يلا نشوف الأسئلة بتيجي إزاي وركزوا معايا. بيقول لي find the solution set of each of the following inequalities and represent the solution set on the number line. عاوزني طبعا امثل الايه السولوشن سيت على النمبر لاين. كويستشن نمبر 1 بيقول لي 2x minus 5 ها less than or equal negative 7 where الx belongs to z. لازم اخد بالي كويس قوي انا بحل فين، في الانتجر نمبرز ولا في الناتشرال نمبرز، لان في الانتجر نمبرز البوزيتيف والنيجاتيف شغال معايا، لكن الناتشرال نمبرز مفيش بس غير الايه الناتشرال نمبرز بس هي اللي شغاله معايا اللي هي 0 1 2 3 4 اند سو اون. تعالوا نشوف دلوقتي يا مستر، زي ما قلنا في الايكويشن الدرس السابق قلنا لازم اخلي الاكس لوحدها. انا شايف دلوقتي ايه اللي مضايق الاكس، متضايقه بتايمز 2 ومتضايقه بنيجاتيف 5 او بماينس 5. علشان اخلص هخلص من مين الاول يا حلوين؟ افكركم كنا بنخلص من البلس والماينس الاول وبعد كده التايمز والديفايد. طيب هنخلص من الايه؟ من النيجاتيف 5 هعمل لها ايه؟ تمام، هنعمل ايه؟ باي ادينج 5 تو بوث سايدز، هنضيف هنا 5 وهنا 5. ليه؟ علشان اخلص من النيجاتيف 5 دي. طب تعالوا نشوف الانيكواليتي بتاعتنا هيبقى شكلها ايه. ال 2x as it is، النيجاتيف 5 as it is، عملنا لها بلس 5، والناحيه الثانيه نيجاتيف 7 عملنا لها برضو ها بلس 5. زي ما بنعمل هنا حاجه بنعمل هنا نفس الحاجه. طيب النيجاتيف 5 والبوزيتيف 5 راحوا مع بعض بزيرو علشان دول اديتيف انفرسز. فضل مين هنا؟ في الليفت هاند ال 2x، والناحيه الثانيه نيجاتيف 7 بوزيتيف 5 طلعت بنيجاتيف 2، يبقى 2x less than or equal نيجاتيف 2. دلوقتي الدور على مين؟ التايمز 2. هخلص منها ازاي؟ برافو، سامع بنوته شاطره بتقول لي التايمز بخلص منه دايما ها بالديفايدد،
يبقى انا لازم اضيفد هنا على 2 واضيفد هنا برضو على 2. هقول له by dividing both sides by 2. طب نشوف الانيكواليتي بتاعتنا هيبقى شكلها ايه. طبعا ال 2x هنضيفدها على 2، علامة less than or equal as it is، وادي النيجاتيف 2 ضيفدناها على 2. 2 divided 2 خلاص راحوا مع بعض ب 1، هتفضل ال x ها alone لوحدها، وعلامة less than or equal as it is negative 2 divided 2 هتطلع بنيجاتيف 1. بقت الانيكواليتي بتاعتنا x less than or equal negative 1. دلوقتي بقى يا مستر ايه هو بقى اللي اصغر من او equal النيجاتيف 1؟ طبعا النيجاتيف 1 معانا. ليه معانا؟ علشان في علامة الايكوال. لو مفيش علامة الايكوال دي ما كناش خدنا النيجاتيف 1، كنا خدنا كل اللي اصغر منها. لكن دلوقتي هو بيقول لي ان الاكس less than or equal negative 1. الاكس معايا النيجاتيف 1 وكل اللي اصغر من النيجاتيف 1. مين اللي اصغر من النيجاتيف 1 يا شطار؟ النيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 والنيجاتيف 4 and so on. هتطلع السولوشن ست بتاعتنا negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 to negative infinity. تعالوا بقى نعمل لها representation على النمبر لاين. يلا بينا يلا بينا. ادي النمبر لاين اهو رسمناه، حطينا الزيرو in the middle، وادي البوزيتيف نمبرز on the right، وادي النيجاتيف نمبرز on the left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ولازم تكون الديستانسز المسافات تكون ايكوال. ها on the left على الشمال negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 negative 8 negative 9. طب يلا ها عند النيجاتيف 1 هنحط كورة، وعند النيجاتيف 2 هنحط كورة، وعند النيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6، واعمل لهم ايه بقى؟ طبعا علشان انا ها السولوشن بتاعنا تو نيجاتيف انفينيتي، يبقى انا هوصلهم كلهم ايه بري مفتوح كده للايه تو نيجاتيف انفينيتي، علشان اقول له انها ايه تو نيجاتيف انفينيتي. طب تعالوا نشوف انذر سولوشن زي ما عملنا بالظبط في الايه في الايكويشن. تعالوا نشوف انذر سولوشن جميل جدا، واعتقد ده اللي انتوا هتحبوه وهنشتغل بيه باذن الله. تعالوا نفتكر الانيكواليتي بتاعتي كانت بتقول لي ايه 2x minus 5 او نيجاتيف 5 less than or equal نيجاتيف 7. برضو بعامل علامة الانيكواليتي زي الايكوال بالظبط اللي في الايكويجن الكوبري. فاكرين مسألة الكوبري؟ هي دي بالظبط. اي نمبر بيعدي الكوبري بيتغير حاله. لو هو نيجاتيف يعدي الناحية التانية بالبوزيتيف، لو هو تايمز يعدي الناحية التانية بالديفايدد، لو هو بوزيتيف يعدي نيجاتيف، لو هو ديفايدد يعدي تايمز. طب هنخلص من مين الأول زي ما اتفقنا؟ من النيجاتيف 5، هنعديها الناحية التانية بالإيه؟ بالبوزيتيف. برافو. بقت الـ 2x لوحدها هنا on the left والنيجاتيف 7 on the right، جالها من الناحية دي بوزيتيف 5. بقت الـ 2x less than or equal نيجاتيف 7 بوزيتيف 5. نيجاتيف 7 بوزيتيف 5 هيديني نيجاتيف 2. بقت ال 2x less than or equal نيجاتيف 2. دلوقتي الدور ان انا ها الدور على ايه؟ على ال 2 نخلص منها. ال 2 طبعا بالتايمز هنوديها الناحيه الثانيه بالايه يا شطار؟ بالديفايدد. برافو عليكم. سامع ولد شاطر بيقول لي التايمز بنخلص منه بالديفايدد. طب هنودي ال 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد، هتبقى ال x less than or equal نيجاتيف 2 ديفايدد 2. نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف ايكوال نيجاتيف. بقت ال x less than or equal نيجاتيف 1. ها مين اللي اصغر من او ايكوال النيجاتيف 1؟ طبعا النيجاتيف 1 معايا ليه؟ علشان في علامه الايكوال. يبقى السولوشن ست بتاعتنا نيجاتيف 1 واللي اصغر منها اللي هو نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 ها 2 نيجاتيف انفينيتي، ذا سيم سولوشن هو هو. اعتقد الطريقه دي الاسهل، ما بتاخدش مني ايه مجهود زي الطريقه دي. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 2. بيقول لي 5x minus 8 more than 2x plus 1 where x belongs to natural. المرة دي بحل في الناتشرال نمبرز، يعني ما بقبلش اي سولوشن الا اذا كان ناتشرال. لو في حاجة طلعت نيجاتيف ما بقبلهاش. طب تعالوا نشوف. بس انا شايف هنا ان في x والناحية دي فيها x. يبقى انا بقى مطلوب مني ان انا اودي ال x دي اوديها الناحية التانية، بدل ما هي كانت ها بوزيتيف 2x اوديها الناحية التانية ايه minus 2x، والماينس 8 هوديها الناحيه الثانيه بالبلس 8. طب يلا بينا نشوف الانيكواليتي بتاعتنا هيبقى شكلها ايه. ال 5x as it is جالها من الناحيه الثانيه ها نيجاتيف 2x more than البلس 1 او البوزيتيف 1 كانت زي ما هي في مكانها، جالها من الناحيه الثانيه بوزيتيف 8 او بلس 8.
طب 5x minus 2x، ال 5x لو خدنا منها 2x ها equal 3x، 1 plus 8 equal 9. بقت الانيكواليتي بتاعتنا 3x more than 9. الدور على ال 3 عشان اخلص منها، ها هودي ال 3 الناحية التانية بالايه؟ طالما بالتايمز هنوديها الناحية التانية بالديفايد. شطار. ها هتبقى الانيكواليتي بتاعتنا بالمنظر ده، ال x more than 9 divided 3، 9 divided 3 equal 3، طلعت ال x more than 3. طب ايه ها؟ ايه اللي اكتر من ال 3 او ايه اللي اكبر من ال 3؟ ال 4 وال 5 وال 6 وال 7. طب هل ال 3 معانا يا مستر؟ لا مش معانا. ليه يا حلوين؟ برافو. سامع بنوتة شاطرة بتقول لي علشان ما فيش علامة الايكوال، علشان دي مور ذان بس. ال x more than 3، ال x اكبر من ال 3. مين الاكبر من ال 3؟ ال 4 وال 5 وال 6 وال 7 ها؟ تو انفينيتي. ولازم اكتب له السوليوشن ست واكتب له بتوين بارنسيسز. لازم. طب تعالوا نشوف بقى الريبريزنتيشن على النمبر لاين. ادي النمبر لاين بتاعنا اهو. يلا هنحط عند ال 4 كوره، عند ال 5 كوره، عند ال 6 كوره، عند ال 7، عند ال 8، عند ال 9 ها؟ طبعا طالما تو انفينيتي يبقى هوصلهم طبعا بري مفتوح تو انفينيتي علشان اقول له ان الايه؟ ان السوليوشن ست تو انفينيتي. نشوف كويستشن نمبر 3. بيقول لي 3 less than 2x minus 1 less than or equal 9 where x belongs to z. طب تعالوا نشوف دي الانيكواليتي بتاعتنا فيها 2 signs of inequality. يبقى دلوقتي يا مستر بقى هنشتغل بالطريقه الاولانيه مش بطريقه الكوبري. ازاي؟ هحاول اخلص من كل الحاجات اللي مضايقه الاكس. تعالوا نشوف هنخلص من مين الاول يا شطار؟ من التايمز 2 ولا من النيجاتيف 1؟ هنخلص من النيجاتيف 1. طب النيجاتيف 1 بخلص منها ازاي؟ بالبوزيتيف 1. هقول له باي ادينج 1 تو اول سايدز. اول سايدز ليه؟ لان دول 3 سايدز عندي مش 2 سايدز زي المسائل اللي فاتت. طيب يعني ال 3 هعمل لها بلس 1، ال 2 اكس ماينس 1 هعمل لها بلس 1، وال 9 هي كمان هعمل لها بلس 1. الانيكواليتي بتاعتنا هتبقى بالمنظر ده. 3 عملت لها بلس 1، ال 2 اكس ماينس 1 عملت لها بلس 1، وال 9 هي كمان عملت لها بلس 1. 3 بلس 1 ايكوال 4. طبعا النيجاتيف 1 مع البوزيتيف 1 راحوا بزيرو عشان دول اديتيف انفرسز. برافو عليكم. هتبقى الانيكواليتي بتاعنا بتاعتنا بالمنظر ده، 4 less than 2x 9 plus 1 طبعا equal 10. طيب دلوقتي جه الدور على التايمز 2، هنخلص منها ازاي؟ شاطر ولد شاطر بيقول لي التايمز بخلص منه بالديفايدد، يبقى لازم اقول له باي ديفايدنج اول سايدز باي 2. هنضيفد هنا على 2 وهنا على 2 وهنا على 2. هنشوف الانيكواليتي بتاعتنا يا شطار هتبقى بانهي ها شكلها ايه؟ يلا بالمنظر ده. 4 عملنا لها ديفايدد 2، وال 2x هنعمل لها ديفايدد 2، وال 10 هي كمان هعمل لها ديفايدد 2. طب 4 ديفايدد 2 ايكوال 2. ال 2x ديفايدد 2، ال 2 خلاص راحت مع ال 2 بقت الاكس ايه؟ الون. وال 10 ديفايدد 2 ايكوال 5. بقت الانيكواليتي بتاعتنا بالمنظر ده، الاكس مور ذان 2 اند ليس ذان اور ايكوال 5. الاكس اكبر من ال 2 واصغر من اور ايكوال ال 5. مين اللي اكبر من ال 2؟ طبعا ال 2 هنا معانا ولا مش معانا؟ طبعا مش معانا. ليه؟ علشان مفيش علامه الايكوال. شطار برافو عليكم. لو كان في علامه الايكوال كنت خدت من 2 لحد ال 5، لكن هنا مفيش علامه الايكوال يبقى ال 2 مش معايا. معايا كل اللي اكبر منها. مين اللي اكبر من ال 2؟ ال 3 وال 4 وال 5 لحد ال 5. ليه خدنا ال 5 معانا؟ عشان في علامه الايكوال. يبقى السوليوشن ست بتاعتنا 3 4 اند 5. طب تعالوا نشوف الريبريزنتيشن على النمبر لاين. عند ال 3 هحط كوره، عند ال 4 هحط كوره، عند ال 5 هحط كوره، ها واوصلهم ببعض. هي دي السولوشن ست. طب تعالوا نشوف كويستشن نمبر 4 وركزوا فيه كويس جدا 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 علشان فيه شغل جامد. بيقول لي 1 less than 5 minus x less than or equal الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 3 والاكس بيلونجز تو زد. تمام. طبعا انا عارف ان الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 3 ها ب 3، يبقى الانيكواليتي بتاعتنا ها 5 minus x more than 1 and less than or equal 3. عاوزين نخلص بقى. هنخلص من مين اللي مضايق الاكس؟ اللي مضايق الاكس طبعا البوزيتيف 5. عايزين نخلص منها. ها هنخلص منها ازاي؟ برافو ولد شاطر بيقول لي البوزيتيف 5 اخلص منها
by adding negative 5. يبقى هقول له ايه بقى؟ by adding negative 5 to all sides. هنضيف هنا negative 5 وهنا negative 5 وهنا negative 5. بقت الانيكواليتي بتاعتنا بالمنظر ده. ال1 as it is عملت له ها بلس نيجاتيف 5، وال5 ماينس اكس عملت لها بلس نيجاتيف 5، وال3 هي كمان عملت لها بلس نيجاتيف 5. طيب طبعا انا عارف ان البوزيتيف 5 والنيجاتيف 5 بيروحوا مع بعض بزيرو، علشان ايه؟ شطار، علشان دول اديتيف انفرسز. 1 بلس نيجاتيف 5 هيديني نيجاتيف 4، والنيجاتيف اكس طبعا دي نيجاتيف اكس ماهيش اكس، الاكس قدامها ها نيجاتيف ساين، هتطلع زي ما هي بنيجاتيف اكس، وادي 3 بلس نيجاتيف 5 هيديني نيجاتيف 2. بقت الانيكواليتي بتاعتنا بالمنظر ده، نيجاتيف 4 للذان نيجاتيف اكس للذان اور ايكوال نيجاتيف 2. دلوقتي يا مستر ايه اللي مضايق الاكس؟ ها الساين نيجاتيف دي، بس دي ماهيش نيجاتيف بس، دي نيجاتيف 1. ليه؟ طبعا انا عارف ان السيمبل بيبقى قدامه هنا 1، احنا ما بنكتبوش. طيب ايه اللي مضايق الاكس؟ ها التايمز نيجاتيف 1. عشان اخلص من التايمز نيجاتيف 1 اعمل ايه؟ هنضيفد على نيجاتيف 1. علشان اخلص من النيجاتيف 1 هضيفد على نيجاتيف ايه؟ 1. هقول له بقى ايه؟ by dividing all sides by نيجاتيف 1. ستوب بقى، ستوب هير، نقف هنا عشان في امبورتنت نوت، ملحوظه مهمه جدا 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 هتمشي معانا طول عمرنا في الاعدادي وفي الثانوي وفي كل المراحل. ايه هي بقى الملحوظه المهمه دي بقى يا مستر؟ قال لي if we multiplied or divided the sides of an inequality by a negative number، لو عملت times او divided ال inequality by a negative number then the sign of the inequality will change into the opposite sign. يعني علامة ال inequality هتتحول العكس. ازاي؟ لو الساين بتاعت ال inequality للذان هتتقلب more than، طالما عملت dividing او multiplying by negative number. ازاي؟ احنا دلوقتي هنعمل هنا divided negative 1 وهنا divided negative 1 وهنا divided negative 1. تعالوا نشوف الايه الانيكواليتي بتاعتنا هتبقى شكلها ايه. علامة للذان changed into more than، وعلامة الايه less than or equal changed into more than or equal. negative divided negative equal positive، دي هتبقى 4. نيجاتيف راحت مع النيجاتيف، نيجاتيف 1 ديفايدد نيجاتيف 1 خلاص راحوا مع بعض، بقت الاكس الون. نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 1 هتديني بوزيتيف 2. بقت الانيكواليتي بتاعتنا بالمنظر ده، ال4 مور ذان اكس والاكس مور ذان اور ايكوال 2. طب تعالوا ها الاكس ليس ذان 4، الاكس اصغر من ال4. هل ال4 معايا؟ لا مش معايا عشان مفيش علامه الايكوال. طب امال مين اللي معانا بقى في السولوشن ست؟ ها اللي اصغر من الفور مين؟ الثري، برافو. وايه تاني؟ والتو. ستوب. ليه بقى ستوب عند التو؟ علشان هو قايل لي ايه؟ ها مور ذان اور ايكوال تو. يبقى السولوشن ست بتاعتنا 3 اند 2. تعالوا بقى نعمل ريبريزنتيشن على النمبر لاين. هحط طبعا كوره عند التو وكوره عند الثري ونوصلهم مع بعض. وفي نهايه درس النهارده بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درس النهاردة كويس جدا جدا. with my best wishes and goodbye.